تتم طبيعة الحال هذه المسيرة اليوم إلى جانب الائتلاف باعتبار نقطة التلاقي اللي كتجمعنا من الائتلاف اللي هي الدفاع عن المدرسة العمومية. وفي المطلب ديالنا والمش مطلبي يعني رافعين كتنسيقية وطنية الدفاع عن المدرسة العمومية كإحدى الملفات اللي داخل يعني داخل الملف المطلبي. وبطبيعة الحال اعتقادا واعتقادا ان المدرسة العمومية يعني في هذه الاونه الاخيره تعرضت لمجموعه من الهجومات من قبل القرارات اللاوطنيه ولا الشعبيه الدوله اللي خصصتها وبيعها في المسجد العلني. وحنا ضد اي تسليح للمدرسه العموميه وندعو جميع الشعب المغربي الى تكاتف الجهود وجميع الاطارات الى توحيد الصف من اجل دفاع المدرسه العموميه لان القادمه عواص. ولعل من اهم هذه المخططات التخريبيه الخطيره هو مسلسل التعاقد الذي لم يسلم منه الاستاذ وبالتالي حنا مصممين بتشكيل باشكال نضاليه النضال من داخل اطار العتيد تنسيقي الوطني لسد الفرص التعاقد حتى يسقط مخطط الدل والعار كاحد المخططات وحلقه من حلقات بيع وتسليح المدرسه العموميه. انا مواطن بدون انتماء، لا نقابي لا خلفيه ايديولوجيه لا انتماء سياسي لا نقابي لا حتى شي حاجه. انا صانع وجيت من مدينه مكناس، كنت تضامن مع هاد الاساتذه هادو، جيت انا والعائله ديالي اللي هي الاسره ديالي الصغيره اللي تكون من البنيه ديالي والزوجه ديالي. ما بغيتش المدرسه اللي يقرا فيها ولدي ولا بنتي غدا ولا بعد غدا تكون عباره عن شركه او مخوصه بلا صح التعبير. بغيت مدرسه عموميه كيف قرينا فيها حنايا وكيف قراو فيها اولادنا وكيف قراو فيها جدودي، تكون مدرسه لكل مواطن، تكون مدرسه المدرس يكون فيها كامل الشخصيه، يكون المدرس بديك الهيبه ديالو ترجع له، ما يكونش خاضع لواحد النظام اللي هو كيشوف راسو فيه محقور. والاحتجاج يعني الا كان حق مشروع فلا داعي الوزارة التربية الوطنية أنها تقصح راسها مع هاد الأساتذة هذا اللي فرض عليهم التعاقد، تشوف واحد الصيغة يخرجوا بواحد حل وسط حتى تكون يعني المدرسة العمومية تكون عندها ديك القيمة ديالها اللي كانت عندها شحال هذه. والعجباني هدي التهداد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.